ايه فكره المسلسل؟ المسلسل اللي انا بشوف حلقه ومستنيه، ولما بتفرج على الحلقه بيبقى في نقاش حول الحلقه لدرجه انه الإفتة تخرج بفتوى فيما يخص جواز مؤنس من منى زكي. هو ده يعني هنا بقى مش ركوب الترند من عدمه، هنا انك انت ده حديث المدينة. لعبة نيوتن كان حديث المدينة وما زال. ايه عيوب لعبة نيوتن؟ مفيش، سون ديفو بالفرنسية. والله انا كل حلقة اقعد اقولها وبعدين يا تامر طب مش هتعمل، وعايز اقول لك يعني مش عارفه تمسكي حاجه عليه خالص. لا، والجمهور نفسه ما قدرش حد يطلع غلطه واحده في المسلسل. يعني حتى فكره السفر، حتى لما جابوا الحلم وانه في تمثال الحريه وقالوا ان هي مفروض انها في كاليفورنيا وتمثال الحريه في نيويورك، هذا كان حلم فما غلطش. الاغتصاب